نكمل موضوعاتنا في ترند الاهلي النهارده، وتحديدا الصفحه الرسميه لموقع في الجول على فيسبوك قالت ان محمود متولي فضل العلاج من الصليبي في مصر نظرا لصعوبه السفر بسبب فيروس كورونا. طبعا حضراتكم اكيد عارفين ان هيكون في صعوبه في الحصول على التاشيره الخاصه بالسفر سواء بقى لالمانيا او البرتغال او الدول اللي هي متقدمه في الجانب ده تحديدا. احنا عندنا بصراحه تطور كبير جدا في مصر بخصوص جراحات الرباط الصليبي، فبالتالي تم الاستقرار امبارح ما بين محمود متولي وبالتنسيق مع النادي الاهلي والتنسيق مع اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز على ان الجراحه تكون في مصر هنا عشان يبتدي في التاهيل على طول او يبتدي في العلاج على طول بعد انتهاء الجراحه النهارده باذن الله تعالى. لاعب مهم في الحقيقه هنفتقده خلال المرحله اللي جايه بسبب الاصابه، لكن باذن الله يرجع سريعا وباذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي عقب عودته. الف مليون سلامه على محمود متولي. طيب البروتوكول الطبي الخاص بجراحات الرباط الصليبي معروف دلوقتي على مستوى العالم كله ان اي لاعب بيغيب هيقعد حوالي او بيتصاب بالرباط الصليبي هيقعد حوالي 9 شهور بيتعافى من هذه الاصابه عشان يقدر يشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وده البروتوكول الطبي لجراحات الرباط الصليبي. فبالتالي طبعا المده المبدئيه اللي هيغيبها محمود متولي حوالي 9 شهور تقريبا، ممكن تقل شويه لكن ما اعتقدش ان هي هتزيد عن كده يعني. طيب تعالوا نروح ليلا كوره على فيسبوك.